بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش كبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدام جهشتن أي ببش كشكرنا خلاك كاديش برنامج ما باوري أمي بيش خدت كنجبان ويبلند أو في باورية الدف ما مكم بكتن ما بهيل السخسر في باورية ما بمرين السر باورية حشر ملجل أهل باورية بيت كرني. أم بردوامين بحث إيمان بيغمبرا وخاصة بيغمبري ما صلاة قد السربن هنديك يا بيغمبري ما يا رب العالمين أخلاقك وصايا داي وكي أخلاقي قرآني وجبي أخلاقي ديار بتن كبيغمبري خدي يا صلاة قد السربن قالك مروفتي جاشتي وزانا الوقت برا خدنا أخلاق بيغمبري بشتى أفا مروف نشتن أفي روشتي أفي أخلاق الدفقة بيدا كتن أجر أفا نا خده هاري كاري بيبتن وخده أفا أب أخلاق إخستبت حتى صحابية بيغمبري صلاة خد السربن بس يارش بيغمبري تكر يا رسول الله أفا تشكيبه إنا أفيها شكو أفا بيغمبري إنا أخفتناوي أخلاقي وأدبوي أفا ناف خلقي نبي نافوان مروفا نبي أفا دورمانتوي إذا تشتكي عجيبية جبر هندي بيغمبر بالصلاة وتخذ السربن أدبني ربي فأحسن تأديبي رب العالمين أسيه بارور دكري وبارور دامن لاوية بارور دكري جبر هندي قالك مروف بعقل تيجهشتي وكي برا خدن سيرتا بيغمبري صلاة وتخذ السربن أتزانن أفا نمرو بكي عادية أفا دليل السر هندي كو أفيها جيغرتي خدية خدية هالبجارتي إيك شوانا خديجة خديجة راضي بتن ديكا ما بصرمانا وكي وحي بو بيغمبري هاتي صلاة خد السربن و بيغمبر هاتي مال وقوتي اشخط ترسم خشيت على نفسي اني خشيت على نفسي افا اختنا قوت خديجة از اشخط ترسم تشتاك بيت سريمن معنى افا ديناتي يكبت تشتاك بيت هاتي سريمن انا خديجة چو قوت بيغمبري صلاة خد السربن چنكي بري انجي اخلاقي بيغمبري ديت كاي شوابي سنت خار رب العالمين خديجة سنت خار والله ما يخزيك الله أبدا والله خديت رزل ناكتن والله خديت ناشكينتن بوشي چنكي أبا الصفات أخلاقتنا يا محمد إنك لتصل الرحم تمروفك مروفهيني الدفتهي فيوان ديتل جل مروفتا جلك يا باشا أبا الصفات مروفت باشا وتحمل الكل وتو بارد گران و نخوشیت خلکیت و یعنی بارد و ناصفکت که و تنگاوی سر خلکی راد که و تکسیب المعدوم مروو نهی تو تشتید دیت ولد که هر وکی هی یعنی تو هاریکاری فقیر جارات که و تو قرد ضیف و تو مهوانی چاویت و رهنت که یعنی هند قدر مهوانات تگیره وکی بوتتین کیفا انگلک پانتت و تعینو علا نوائب الحق و تو هاریکاری مصیبت سر حقیت که هاري كاري خلقيت بي السر مصيبته السر حقيه أبي أبا صفاتي تويبن يا محمد دي شو رب العالمين أبي دين كتن أن دي تشتكي إن السريوي أبا أخفتنا خديجة يديك ما بصرمانا دمي أخلاق بيغمبري يعني خبر داي وأخفتن قوتي وقوتي أخلاق تأفيا أبا خديجة بري بيغمبر ببت بيغمبر صلاة وتخذ السربن ودس بيكا بيغمبراتيه هر وصحا كرام سحكين هندك مظن الدنياي افت قلكت شهرزا افت كو قلك مروف البندستي والريفا برنكا مظن بريفات بن وكي ملك الرومي هرقلي بيغمبري صلاة خد السربن كغزبو هنارد قتاس بيغمبري خديمة ورا ايمان بمبينة طبعا قلك مروفك شهرزا ومروفك ملك الرومي يعني يه رومية امبراطورية الرومي يدستي دا هنجي الشامي بي و بيغمبري كغزبو هنا صلاة خد السربن أبو سفيان مظن قريشيا دجي بيغمبري بهنجي أو جل تجارتي بي تشوب الشامي وكي بيغمبري صلاة خد السربن كاغس بو ملك الرومي فريكري امبراطوري الرومي فريكري وقوتي ورا اس بيغمبري خديمة بإيمان بمبينة أجرت إيمان بمنينة قلنا هاوان مروف استويتايا أو التو حكمي ليتكي طبعا هرقلي بصيار كر هندك مروف هنا تشتكيش بي مروفي بزانن هندك اقوتي ابا ابو سفيانة وهنارت ابو سفياني وابو سفياني هاتي داف
و هندك بالسيارش ابو سفياني كيلين در حقا پیغمبری دا صلاة خود السربن يا شهمية چهتره او ام يعني گو خب دنه كان او كلمة چبين ملكي چگوت ابو سفياني و ابو سفياني چوا جاب دا و نتيجة دمائي كشلي هاد امام بخاري خود جرازي بتن في حدثي بمع روايات كتن بشتن ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش عبد الله كري عباس خديجه راضي بتن ادبجتن ابو سفياني افسح بتي ابو مكري قلت وكي ازل جل جماعتك قريشيه ازل شامي وام تشوبين تجارتي توي وقتي دا او وقت ما الصلح قال محمد كري قال بيغمبري صلحه كري صلحه حديبيه كده صلاة ام شرينكين في وقت دا يتشن تجارته ويتشن شامه ويتهاتين دمي پیغمبري صلاة خود السربن كاغاز بو ملك الرومي فريكري او جلوي ريبين انا ملك الرومي قلت هكي هند قريشي هن الفيري كو افي مروفي ناز بكن اس حست كم بيم اسوان ببين من هند بسيار السربي مروفي يش يدشوانا كم ومظنة الرومي وعقل دار ورسبية وانا او جي قالك شهرزان هم يلدور ما يتوينا ويتكون بين وابو سفيان ترجمانه يجيبو اينا كو ازمان عربي بو بقول بين الزمان ازماني وي كو كا ابو سفيان شد بيجتن إن هذا بصيارة هرقلي بي شو قوتي قوتي أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي كيشوا شهميان نزكترا نزكتري في مروفيش نسبه في يعني شمروفاهينيه في كيشوا بتري نزكيوية أفيد بيجت أس بيغمبر خديمة إن أبو سفيان يقول لي أشهمي كسا بتري مجموعة أم الجل أشهمي كسا بتري نزكيوية أم أدجهين إيك إن أبا أخفتنا ملكي بي قلت أدنوه مني قلت خان زكي مبكى قلت أبو سفيان خان زكي مبكى وقربوا أصحابه هفالتوش نزكرن حتى شلهاتن أو نزيك بي كده الجلوي آخفتن وهفالت أبو سفيان جدان بشتوي أو جل بشتوي نزيك وأبي قد ترجمان يخوا قد ترجمان قل لهم بجوانا إني سائل عن هذا الرجل أزدي بصيارش أبو سفيان كم أجفي مروبي بحسب بغنبري الصلاة خذ السربن فإن كذبني فكذبوه قد بيجي هفالت أبو سفياني بيجي أجروي دراوكر أبو سفياني دراوكر آخفتنات بيجت دراو بتن وكي أز بيجمي يشوانا أو صفتك بيغمبري بيجت وهن زانا أفا دراو أو تشتل دافنينا هن بيجن أفي دراوكر يعني هن نهيلن دراو بو من نقل بكتن أبو سفيان بيجتن بيجت أف آخفتنا ترجماني هرقلي وقوت هفالت من وأبو سفيان بخواب خواب في آخفتنا بيجتن فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه قلت والله الشرمت هندي دا نبا حفالت من دا نقلكن اجدف من بجن أبو سفيان در حقا محمد دا دروكر نجبر هندي بها كأس بشت راز با ما شوانك وأوانا بو كسي نقوت با والله أزده هندا درواكم أزده هندا تشتاي من ديت راس ندقوت شكون نبين ما وانا دا موي دا دجمنا هي بشتن ثم كان أول ما سألني عنه أن قال أبو سفيان بشت أول بصيار اشمكري بشتي هو ستأكيد كري بوتي ترجماني هكي وي دراوكر بجي هفالتوي بجي أفا دراوبي دابو من راستي نقل كت من دراو نبيتن أبو سفيان بشت أول بصيار اشمكري كتي كيف نسبه فيكم نسباوي يعني دفوتشيا يعني مروفكي خدن مالو إيجاخو بابو بابيروت مشهور النفوذة يشوانا أنجي مروفكا يعني ني ديارة كاشكية إلى أبو سفيان يقول قلت فينا ذو نسب قلت أبا مروفكا خدان إيجاخا بابو بابيروت وي وأبا مشهور النف مدى إلى قلت هرقلي شو قلت فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ما دمت وقلت بسيارة دي تري أري إيكي بري في اف آخفتنا قوتا بري في معنى ايكي جارك هذه بري في خب پیغمبراتي اينا در النافوضة ابو سفيان نقوتا نخير كسي بري في نقوتا اس پیغمبرم قوتا فهل كان من آبائه من ملك قوتا اش باب وابيرتوي يعني ملكك الناف دا هبي يعني شو جواب وابيرتوي شو ملك نبين مظن النافوضة
كموجود ينخر ما تشو مالكنين ما مس رئيس قبيلان إيجاخ إيجاخن ما تجارة عربة ما يعني القريشية عن منطقة ما كهي وفيجه ما ملك نبين قم قلت نخر قلت فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فالنص آخفتنا أبو سفيان يا قلت من ملكي قلت من أري ما ظنت جهني أنجي مروفة ضعيف يد بشيك جهني يتنف مجتمعي دا نف جفا كذا مروفت ما ظنت جهني أن يدي كما قلت إن بل ضعفاؤهم أغلب مروفت ضعيف وفقير أفد جهني إنا بسيارة دي قوش مكر قلت أيزيدون أم ينقصون هفالت محمدي أري أفزيدت بن أن كيمت بن كما قلت إن خير زيدت بن أما كيماسي نينا بس برب زيد بينها إنا بشتن فهل يرتد أحد منهم هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ أري إيكش هفالد في بشتهات في ديني دا كربتوش في ديني فابن جاركا دي إيك هيا جاركا دي بزفر ديني خوية باري بشتي تشوي ديني ويدا قم قلت ناخر تشي تشوتي دا خلاص نازبرت قلت فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فبصيارة ديش مكر أري وبري نوكا أفا جرباند بي أري أفا نافادا بري نوكا مشهور بي كدراوا بكتن بري في آخفتن بيجتن يعني دراواش بي قولي بينا قم قلت نخير تجارة بري هنجي أفي دراو الكسي نكرنا ودراو جنها تورقرتني قلت فهل يغدر أري أبي هند جارة غدرا كرا آخفتن أي قوتي وبشتن غدرا كري قم قلت نخير ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قلت نخير أبي غدر نكرا هكا يعني عهد يدبو إكيدا تجرى عهد تخناش كانت وفيقا في أمو أو ما صلحنا بينما دا هاس نظام فيقا في باني أو دي تشكت في الصلح دا كادي في الصلحش كانت ناش كانت أبا أخطنا أبو السفياني قلت من أف أخطنا قلت هرقلي وأوي فان بصيراش مكت أبو السفيان بيشتن ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قلت من أشياء شو أخفتنا بيجم إش في زيدة تري أبا مقوتي قلت مقوتي أم أو صلحيت كين أم تصلحنا أنا ظالم كانوا دي تشكت كادي غادريكت أنا بس من بري نوكا قولي نبيا إلى هرقلي جارك دي قلت فهل قاتلتموه وشر الجلكرة أن قمتي بلي أمت لك كاتين ما شر الجلكرين قلتي فكيف قتالكم إياه شر والجلوي شوانا هنا هميش وقت بسرت كمان هنا همي وقت تشكين شوانا شر والجلوي قلتي الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قلت الشر يعني دورانيتنا بينما ويدا هند جرى أمت شيني شكينين عند جرى أوجي أتما يعني تشيت ما تشكينتن يعني هم يختا إيش ما نيب سركتيا إذا قلتي أبو سف أودي هرقلي قلتي ماذا يأمركم أمري وبش تشتيت كت وقت بيش ناس في غنبرم بني في غنبر دي أمراكت أبي بكن أبي نكن أمري وبش تشتيت كتن قم قلتي أمري مات كت بيشتن أعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا عبدينيا خديب تنبكن وشو الشريك أجبو خدي تشينكن يعني بتوحيد هاتي ديني يكتا برستي برستنا خديب تنبكن واتركوا ما يقول آباؤكم وقد بيجت ما جويب هيلن أو بابي و البابو بابيرت والسر ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة أمري ماتكتن أم نفيجبكن أم راست قوبين راستي بيجن دراوينكين أمر ماتكتن أم الدهمن باقش بين أمر ماتكتن أم خيباش بين مروفاهين الناف مدى يلا حش مروفاهين يبكت أمر مات مروفاهين يتكتن مش لازم هين حش إيكو دوبكن إناد بشتن أبو سفياني قد ترجمان إخوة قل له بيجن أبو سفياني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب من بصيار اشتاكر ما قلت إن نسب أوي تشيه أوش يعني بنا مال أوي ديار أنا تقول مبالي
أبا خدان وكت بجن إجاخنو مشهور الناف مدا بشتن هو هوصا پیغمبر جي صلاة خود السر بن خدا نسب نوكي خود فرد كتن من بسيار اشتاكر أف آخفتنا تقوت من نأ بشتن هر هوصا يعني پیغمبر جي صلاة خود السر بن كسي مقوتا يعني أبي إكي بري في خو پیغمبراتي إنا داري كو أفاجي أم بجن أبي أچاو الويكري تقوت إنا خير كسي خو بينا إنا داري قوت أفا مروفك نهات شولك بكتن يا بريهنجي قومي ويتكر داب دس خبيختن لو كان أحد قال هذا القول قبله هكر إيكي برينوك يا خبير مراتي إنا بادر النافي قومي أزدا شبجم لقلت رجل يأتي بقول قبله أزدا بجم الله أفا إيكي برينوك يا خبير مراتي إنا داري أفجد فيها أفيد شب دس خبيخت أخفتنا يا بري خبيجت تقول منا وسألتك هل كان من آبائه من ملك ومن بصيار اشتكر بابا بابيرتوي ملكك النافضة رابية تقوت منا قلت لهم هكا ايك برينج راببا افجد داخوزا ملك بابير خاكتن بابا بابيرتوي ملك بين ويجد ديفون اجدا دافي داخوزا كتن معناوي شو ملك جنا فرانا بنا مگوته از دبیشم یعنی ملکی باب خواهد خواست کتن. گویی این پسیارش تکر آری بری نوکه که اوی حاشا در او کردن حاشای پیغمبری صلوات خود سربن بری وی آخفت نبیش دست پیغمبرم تا گویت من نخیر گویی فقط اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله فآخفت نه هرقلیا گویی مزانی تا گویی نخیر بری نوکه دراو نکره باشه چوا بری نوکه دراو سر خلکی نکره و افروکه دی دراوش کسته خلکی خودی که دی بشت از پیغمبر و قرآن بومتید خوانه جرباندن چه جاره دراو نکرنه سر مروفا دی چواش کسته خودی دراو کتن بشتی ها وصا پیغمبر جیت وصانن صلافت خودی سر بن گویی من پسیارش تکر کید گهنه مروفت ضعیف آن مروفت یعنی خدا بيكو و يد بلندو مظن قلت تقول من مروفت ضعيفة جهني وفقير الجار وعبد وعبد وصا عبد نف جواكي دا منصبت مظن نهي بشتن آهوصا اتباعت پیغمبر صلاة خود السر بن جوانان شكي يدي مال وملكات ومظنه ياخوا تنازل جناكتن اما عبد دي تري چطشت جوانانين اوا دي في پیغمبرات كابن صلاة خود السر بن گوتم پسیارش تکر حواله توی کیمت بن آن زیدت بن تا گوت می زیدت بن هر وصا هندی که ایمانه اگر چود دلیدا اگر چود دلیدا ایدی کس نشید بزبرین فه ما پسیارش تکر هر وقت آخرت نتی رقلیه ابو سفیان بود اف پسیارش میکر آبادی دمایی که اجاره کدی اف پسیار همی بوم تکرار کردن و دوباره کردن ما پسیارش تکر اری اوی بشتن ادوی دینی دا زبرت آنه تا گوتی نخیر نازبرتن قلت هو صح كر ايمان شد دلك اذا ايدي خلاص او مروف ناصر ما بصير اشتكر اري غدريت كت انا تقودي نخير قلت ها هو صح بيغمبرج صلاه تقود السربن غدري ناكن ما قلت اب امري ما بشت كت انت قو امري ما كت من فيجي وراستي ودهمن باق جي او قلت او صح بيغمبرج صلاه تقود السربن فشو لي وانا انا ابا اخفتنا هرقلي بت فإن كان ما تقول حقا هبا أخفتنا هرقلية بجتن أوام من قوتي تو تجاوبو مداي هكر أو تشتراز بن الدفي مروفي فسيملك موضع قدمي هاتين قوتي أها أف جهي أو هر جهي بي من سر أس ملك الرومي ما أها دي جهي بن بيت مجدي أو مروف دي بيري جيرتن أف درج دي كبت بن دستيوي فسيملك يعني مستقبلي دا آینده داده شلیتن ده جهه پیت مجی ده که دستی بی وقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم من هزرت كركو نشويا يعني يجدر فيا فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وتي هكر من زاني با يعني بدس مكتبا از دا قصد آوی مرووی که مجد نیوا دلی خواه و از دا گلک خواستی نم حتی من پیش حتی من وکی بین چاپ بی کتنه کل گل کر با
وهكا ازل دافي بماجي ازدا بيتوي شوم ازدا هند قدري جرم منت هلا كاس بيتوي بشوت ازدا بيتوي شوم افا خفتنا كيا افا خفتنا هرقليا بو بيغمبري صلاة الله عليه وسلم وكي بصيارش ابو سفيان نهاتين كرني كو اف بصيار تهجي همي او دليل سرشي سر راستي بيغمبري اذا بيغمبري خذ صلاة الله عليه وسلم خلق شاهدة السر بيغمبراتياوي اش فقيرة الزنجينة اش عاقلة اش هوالتوي اش دجمنتوي اش مظن الدنياي افا هميت بين شاهد سرچی سر پیغمبراتیا وی پیغمبری صلوات خود سربن سیرت پیغمبری صلوات خود سربن یعنی وقتی ام تخینین دابو ما یقین چی ببتن افا پیغمبری خودیه و رب العالمینی دلیل سر پیغمبراتیا پیغمبری گلکت مزن کرین و گلکت گوتین و گلکتشتی سر هاتی دا دیار بتن که افا پیغمبره و او تشتد بو پیغمبری چه بین صلاوت خود سربن بو چه مروویدی تیر چه نبینه بو چی؟ چنکه او پیغمبر خودی وی ولی کری اف تربیت و اف پرورده دایه اف حج کرنه کری دلی خلکی دا اف راستیه یا بردوامی گلک مروویت هین راستیت بجن بردوامی نابنه گلک مروویت هین پر روشت و اخلاق بردوامی نشن بدنه گلک مروویت هین یعنی بس او پیغمبری صلاوت خود سربنش رجائی که و حتاج دنیای درکتی دلیل سرهنده که پیغمبری تنازل جنه کره و پیغمبری تأکید یا سر کری و یه بر دوام بی و هکر بگاوی بس مروف صحکتن عبادت پیغمبری چو عبدینی رب العالمین اتکر اگر نویج بو اگر روجی بو اگر یعنی حج بتو دعا بتو یقین و توکل و وانتشتا افت یعنی عبدینی رب العالمینی دید دیار بتن که افا هکر نه پیغمبر بت کس نشید وی بر دوامی بدتی کس نشید وان وعده بو خلکی بدتن کس نشید وان تهدیدا بکتن کس نشیدن وان اخبارا بیجتن یه پشت راست هزرا ایکی جنا کتن یه پشت راست وقتی هنده آخفتنات بیجت پیغمبری چو علم و زانین نبی چو خواندن و تشت وی وقتی نبین حتی پیغمبر جا خبر بدتن پیغمبر ید گوتین پی یقین پیغمبر ید گوتین پراستی پشت راست وقت آخفتن گوتی او آخفتن راستی درکتین اما همی دلیل سر چی؟ پیغمبراتی یا پیغمبری صلوات خود سر بن رب العالمینی ادبک و اخلاقک و صانشا پیغمبری دای گلک مروف نبسر مالن و کتین سیرت پیغمبری تخینن که پیغمبر چوابی تعاملوی چوابی لیل خرکی بواسطه وی جیان پیغمبری بسرمان بن بشن خودی او نه پیغمبر بتن کس نشید اوی بکتن اوش ملو باسکت کس نایتن اش مروو نایتن اش علما زانا نایتن اش فیلسوف نایتن اش مروو بجرعت نایتن او کس او پیچه نابتن هکر او نه پیغمبر بت خودی هاری کاریاوی کری کس او ها پیچه نابتن ام هیویش رب العالمین کن اجبانوی بلند او ریکا وی پیغمبری صلوات خود سربن اخلاق وی پیغمبری حج کرنا وی پیغمبری شریعت وی پیغمبری اپرسق مبکتن ام سر بجین و ام سر بمرینجی و حشر مل جلوان بیت کرنی او سر وی ریکشوین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.